بس جوالي للاتصال والإنترنت إلى غاية 4 ساعات من الاتصال و 4 جيجا ب 400 أوقية فقط. موف موريتيل، عالم جديد يناديكم. أصداء متباينة حول التعديل الوزاري الجزئي الجديد، واللاعب بسام خارج تشكيلة المنتخب الوطني، مواضع وغيرها رصدتها عدسة فلاش لهذا الأسبوع. فأهلا وسهلا بكم متابعي تواتر ومنصاته الرقمية على شبكات التواصل. عقب ياسر من الترقب والانتظار والتوقعات، أعلنت الرئاسة الموريتانية عن تعديل وزاري جديد. التعديل الوزاري الجزئي خاضوا بموجب 3 وزراء من الحكومة، هما سيدي والسالم ونذير والحامد وخديجة من تبوكة، ودخلوا التشكيلة أيضا 5 وزراء جدد. ملامح التعديل تباينت المواقف والقراءات منها، فحسب كثيرين التعديل يشي بغياب رؤية إصلاحية واضحة وشاملة. ناشطون على مواقع التواصل توقفوا عند دخول أمال ابنة الرئيس الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في التشكيلة، مركزين على خلافتها لولد سالم على رأس قطاع التعليم العالي، مستحضرين ما تعرض له والدها من مضايقات بعد الانقلاب العسكري. وقال واحدين منهم عن الخطوة تعد بمثابة رد الاعتبار لأسرة الراحل. في رأيكم ما دلالة هذا التعديل الوزاري؟ فيلم الموريتاني نعرض هذا الأسبوع في نواكشوط ضمن خطوة صنفت متأخرة من قبل البعض. العرض نظمته وزارة التجارة وحضرته حرم رئيس الجمهورية وعدة شخصيات ثقافية. تأخر عرض الفيلم الذي يروي قصة المواطن الموريتاني المعتقل السابق في غوانتانامو محمد دول صلاحي لم يكن المأخذ الوحيد على الوزارة، فقد عبر فاعلون في مجال السينما عن استغرابهم من عدم دعوة الفاعلين في المجال وتنظيماتهم والاكتفاء بدعوة المقربين من الوزارة وغيرهم حسب تعبير السينمائيين. شهد هذا الأسبوع احتفال الفيسبوكيين بفوز الطفل محمد عبد الجا الذي عاد إلى موريتانيا حاملاً المرتبة الأولى من المسابقة الإقليمية للأذان التي تحمل اسم بلال. مدن روسو، تيغنت ونواكشوط استقبلت عبد الجا بالكثير من الاحتفاء، وتم تداول صوره ومقاطع من أذانه جعلت كثيرين يعتبرونه فخر الأمة الإسلامية ويهنئون والديه على حسن تربيتهما. لاقت دعوة نواب البرلمان الموريتاني بالإجماع للمحكمة الدولية بمتابعة الضالعين في العدوان على الفلسطينيين في المحاكم الجنائية الدولية استحسان مناصر القضية. الإشادة بالخطوة حظيت بمناصرة رواد مواقع التواصل وسط مطالب اتخاذ إجراءات حاسمة للدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة. من ضرورة ضخ دماء جديدة في المنتخب الوطني إلى الاستغراب من الاستغناء عن مهاجم المنتخب الوطني مولاي خليل بسام. اللاعب بسام وجد نفسه خارج تشكيلة مدرب المنتخب الوطني كورنتان مارتينيز في مباريات أيام الفيفا. تباينت مواقف المتابعين الرياضيين من خروج بسام ودخول كل من المدافع عبد الباء والمهاجم أدما باء بعد غياب طويل وجدوائية هذه التشكيلة على الروح المعنوية للمنتخب الوطني. على الصفحات الشخصية نتوقف عند تدوين للصحفي يعقوب البياه التي أعلن فيها عن بدء إجراءات إنشاء دار للعجزة والمعوزين والمشردين والمسنين الذين لا مأوى لهم. الفكرة لاقت استحسان كثيرين وأغضبت آخرين خشية تحولها عن مسارها لتكون دارا للعاقين وفق وصفهم. انتوما شنو رأيكم في الفكرة؟ على الصفحات المحلية فتفاعلتم هذا الأسبوع مع خبر نشرته وكالة الأخبار المستقلة حول اجتماع لنقاش ترتيبات إشراف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على انطلاقة تأمين صحي لصالح 100,000 أسرة موريتانية. رواد وسائل التواصل الاجتماعي قالوا لأنهم يعرفوا الأوسكار يا غير ما يعرفوا الأوسقدحة، كلمات تهكمية تداولها الرواد مع صورة تكرم فيها حرم رئيس الجمهورية مخرج فيلم الموريتاني بقتح عليها خريطة موريتان. أهل فيسبوك اعتبروا التكريم دون المستوى وكان قد يخلق شيء أشبه منه، بينما اعتبرها آخرون ذات دلالات ثقافية مهمة لدى الموريتانيين وتعبيرا عن الامتنان. فقتح من يطأ؟
كقاعدة تمثل الهوية الثقافية التقليدية التي يستقبل بها الموريتانيون ضيوفهم. الصورة والتفاعل معها استحق أن يكون فقرة الأسبوع لهذه الحلقة. نلقاكم الأسبوع القادم من فلاش. إلى اللقاء.